التوجهات المستقبلية للقطاع الاجتماعي، قلنا ننتقل كلنا من الرعاية إلى موضوع التنمية. فكونوا على يقين إخواني وخواتي أن أنتم المستقبل، مثل ما قالوا إخواني معالي الوزراء، المستقبل أمامكم، وأنتم اللي بتحققون المستقبل. لكل مجتهد النصيب أن الدولة بتوفر لكم كل السبل، لكن الباقي عليكم. حطوا هاي الرمسة في بالكم أنه أنتم ذخر البلاد.